بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء، وبعد. الحمد لله الذي جمعنا على ما يرضيه، الحمد لله الذي وفقنا حتى نجتمع عليه، الحمد لله الذي يسر سبل الطاعة للمسلمين وذلل أسبابها للموحدين، الحمد لله الذي أكرم إخواننا بزيارة بيته وقصد مناسك فريضة من فرائضه، الحمد لله الذي أوصلهم سالمين وأعادهم غانمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل طاعتهم وطاعة المسلمين، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يرزقهم تجارة لن تبور، وأن يرجعهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلهم بعد أداء الفريضة خير منهم قبل أدائها، وأن يكرمهم الارتقاء في سلم القبول في طريق طاعته تحت ظلال عبوديته، وكذاك جميع الحاضرين وكل المسلمين بفضله جل وعلا. أيها الأحبة، نحن بحاجة في هذه الأيام أن نأخذ دروسا وعبرا من محراب عبودية الله سبحانه وتعالى، وأن نغترف زادا من ينابيع طاعته حتى نستطيع أن نكمل رسالتنا وأن نواصل مشوارنا طالما نحن على قيد الحياة، وطالما نحن أسرى في قيود التكليف الإلهي. وشئنا أم أبينا أيها الأحبة، نحن في هذه الدار نخضع لامتحان قاس شديد ولاختبار فصل متميز. هذا الاختبار وهذا الامتحان ليست النتيجة من ورائه نجاحا ورسوبا كأي نجاح ورسوب، إنما هو نجاح إلى الجنة أو رسوب إلى النار. وهذا يعطي المسألة جدية كاملة، ويعطيها منا اهتماما وشعورا بالمسؤولية، ويدفعنا إلى أن نتفكر مليا فيما نحن فيه أيها الأحبة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بنور العلم ولباب الفهم، وأن يعطينا من العزم والجزم ما نستطيع به أن نكمل مشوارنا ونحن على جادة الاستقامة، وننجح في اختبار تكليف الدنيا، ونخرج من الدنيا ونحن نحمل شهادة لدخول الجنة وبراءة من النار، وما ذلك على الله بعزيز إن وفقنا وإن يسر لنا أسباب ذلك. لذلك أيها الأحبة، حينما نحن نرى هذا المظهر الطيب الجميل الذي عم الآن ساحة الأمة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها، يلفت هذا المنظر وهذا المظهر يلفت أذهاننا إلى هذه الحقيقة. هذا المنظر والمظهر هو قصد الناس من أنحاء الأرض لبيت الله المعمور وللكعبة المشرفة لأداء مناسك طاعة متفردة متميزة عجيبة هي الحج، وقد تميزت هذه الأمة بهذه الشعيرة. ننظر إلى أمتنا أيها الأحبة، وقد توافد أبناؤها من كل فج عميق ومن كل أرض بعيدة نائية، يتجاوزون الحدود والحواجز ويتخطون الأمصار والقفار، ويعبرون البراري والأجواء والبحار، ويقصدون إلى مكان واحد
تلبية لنداء الواحد سبحانه وتعالى. هذا الأمر يلفت أنظارنا إلى أننا نملك في ثنايا عبوديتنا وفي طوايا فرائض طاعة الله الكثير من أسرار القوة والكثير من أسرار التفوق ومن أسرار النجاح. وإن دلت فريضة الحج على شيء فإنما تدل على هذا من خلال أمور عدة. أولا، هذا التفرد الذي شمل أمتنا من خلال الفريضة شملها توحدا، وشملها تماسكا، وشملها اجتماعا، وشملها التقاء. كيف أن هذه الأمة رغم كل ما وضع الأعداء من طريقها من عقبات وسدود وحدود وحواجز مصطنعة، ورغم ما أثار فيها من نعرات وقوميات وعرقيات وطائفيات ومذهبيات، تجدها أنها انتصرت على كل هذا وتجاوزت كل هذا واستطاعت أن تحطم كل هذا وأن تلتقي في صعيد واحد لكي تردد نداء واحدا قد شملها من مشرق الأرض إلى مغربها: لبيك اللهم لبيك. إن هذا إن دل على شيء يدل على أننا نملك الكثير من القدرة. وهذا النجاح الذي حققناه في فريضة الحج يمكن أن نحققه في أي فريضة إذا سمت منا النفوس وإذا تجردت عن أنانياتها وتجردت عن رعوناتها. أيها الأحبة، مما يميز الحاج في حجه حينما يصل إلى هناك هو صفة التجرد، صفة التجرد. فترى أن هذا الإنسان المسلم انطلق إلى نداء الله، إلى رحاب الله، متجردا من كل شيء، متجردا من أشغاله، متجردا من أمواله، متجردا من زراعته، متجردا من أسرته، متجردا من مصالحه. ثم إذا وصل هناك تجرد حتى من ثيابه. هذا التجرد الذي استطاع الحاج أن يحققه في فريضة الحج يمكن لأي مسلم أن يحققه في أي مكان وفي أي فريضة. ونحن الآن ما نحتاج إلا إلى أن نعمق فلسفة التجرد هذه في نفوسنا وفي قلوبنا وننجح في أدائها فعلا، حتى نقيم مجتمعا كمجتمع الحج في نظافته، في طهارته، في صفائه، في توحده. الأمر إذا استلزمنا في أداء فريضة الحج أن نتجرد من كل شيء حتى من الثياب، فإننا هنا ما نحتاج إلا أن نتجرد من أنانياتنا، من حظوظ نفوسنا، أن نتجرد من هذه الأمراض المعنوية وهذه العلل النفسية والقلبية فيما بيننا كأمة واحدة تردد شعارا واحد وتنطق بشهادة واحدة وتعبد ربا واحدا وتعتز بنسبتها إلى نبي واحد ودستورها كتاب واحد. إذا تجردنا من هذه الأنانيات ومن هذه الرعونات ومن هذه الأمراض وهي بسيطة، ومتى ما عزم العبد عليها نجح. فالذي نجح في أن يتجرد من كل شيء حتى من ثيابه تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتجرد من غيرها هنا. فلو أردنا أن نطلب من الحجاج الآن أن يتجردوا الآن أمامنا من ثيابهم ونقول لهم: قوموا فانزعوا ثيابكم لكي ننظر إليكم، أنا واثق بأني لو عرضت عليهم يعني العطايا وعرض عليهم الكثير الكثير يرفضون. لماذا يرفضون؟ لأنه ها هنا طلب من مخلوق نحن نطلب منهم، بينما هناك حينما طلب الخالق منهم تجردوا من الثياب وساروا في الشوارع وهم لا يلفون أجسادهم بقطعتي قماش قد تكون فرجة للناظرين إذا فعلناها هنا، أليس كذلك؟ إذن هذا المدلول، أنا تلبية لله سبحانه وتعالى، لنداء الله سبحانه وتعالى، تجردت حتى من ثيابي.
هنا المولى عز وجل يناديني ويطلبني سواء كنت حاجا أو غير حاج أن أتجرد من هذه الموانع النفسية والقلبية التي تحول بيني وبين لقائي مع الآخرين، بيني وبين محبة الآخرين، بيني وبين أخوة الآخرين، وهذا نحن مأمورين به. فإن نجحنا في صياغته فسننجح في أن نوحد صفنا أيها الأحباب. وأمة تقدر على أن تتجرد من أنانياتها فيما بينها فتوحد صفها وتجمع شملها، أمة قادرة على تحقيق وحدتها الكونية وعزتها الكاملة على وجه البسيطة قاطبة. فإذا المشكلة بدأت منا والعلاج يبدأ منا، والحج يعطينا إيماءة وإشارة إلى هذه المسألة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتحقق فيها وأن نعيها. من باب آخر ومن زاوية أخرى أيها الأحبة، الحج رمزية للأمل ورمزية للتفاؤل ورمزية لليقين بحتمية نصر الحق على الباطل وانتصار جبهة الإيمان على ما سواها. وهذا يمكن أن نأخذه من أن نعيش في ظلال فريضة الحج حينما نؤدي مناسكها أيها الأحباب، هذا الطواف حول البيت، ثم هذا السعي بين الصفا والمروة، ثم هذا الرجم الذي نؤديه للشيطان. كل هذا يعطينا الأمل والتفاؤل واليقين بحقيقة النصر القادم. قد يقول قائل كيف؟ بعبارة أوضح أقول لكم أيها الأحبة، أولسنا حينما نطوف في البيت ونسعى بين الصفا والمروة ألا نذكر بداية هذه الفريضة؟ ألا نذكر من قام بها أول من قام؟ أوليس إبراهيم ومعه هاجر ومعهم الطفل الرضيع إسماعيل؟ أوليس هو الذي أخذ الزوج والولد إلى واد غير ذي زرع ليس فيه أحد ولا توجد نصرة من أحد إلا من واحد أحد سبحانه وتعالى؟ أوليس حينما ترك هاجر هنا وترك معها الطفل الرضيع إسماعيل؟ الأمر أيها الأحبة الآن لما نتكلم عنه نظريا بعد هذا الزمن قد يكون نستمع إلى القصة ونحن نستمع إليها بشكل اعتيادي، بينما لو أردنا أن نعيشها ونطبقها على أنفسنا سنجد ثقل هذا الأمر وكم هو شديد على النفس. لو أردنا أن نطلب من الحج الآن، وقد أعلمني بأنه رزق بمولود أسماه عمر، أسأل الله أن يبارك له في الموهوب وأن يرزقه شكر الواهب وأن يرزقه بره وأجره ويجعله من الصالحين إن شاء الله. لو طلبنا منه قلنا لو أمرت الآن أن تحمل عمرا وأم عمر وتذهب بهما إلى صحراء نائية منقطعة لا يوجد فيها ماء ولا يوجد فيها طعام ولا يوجد فيها بشر ولا يوجد فيها ملمح من ملامح استمرار الحياة، أو تستطيع أن تفعل هذا؟ أنا أعتقد بأننا لو أردنا التطبيق العملي فإن هذا شاق على النفس، لكن أعتقد لو أنها جاءت إشارة من الله سبحانه وتعالى وأيقن أنها إشارة من الله وهو يملك شيء من رصيد الإيمان، يمكن احتمالية يمكن أن يلبي ويمكن أن لا يلبي. إبراهيم حمل هذا الطفل الرضيع وحمل هاجر وتركهم هناك وسار. قالت هاجر إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يلتفت، فقالت له الله أمرك بهذا؟ فهزلها برأسه أي نعم، قالت اذهب فلن يضيعنا. هذا اليقين، اذهب فلن يضيعنا. ترك امرأة ضعيفة وطفلا لا حول له ولا طول ولا قوة، تركهم وليس لهم من رصيد ومن غذاء ومن شراب ومن حماية إلا ثقتهم بالله وإلا يقين هذه المرأة الصابرة بالله سبحانه وتعالى. وبدأت هاجر أيها الأحبة حينما ما بقي شيء من الماء تعطيه للصغير، والشمس في حرارتها المتوهجة كادت تقطع أنفاسه، بدأت تركض بين الصفا والمروة، ترتقي هذا الجبل ثم ترتقي هذا الجبل مع بعد المسافة بينهما، تنتظر النصرة من الأرض، تنتظر النصرة من أسباب الأرض، تنتظر النصرة من الماديات، ترقب الأفق البعيد لكنها لم تجد من يلبي نداءها.
ولم يقع البصر منها على من يكون عنده أمل الحياة لوضيعها ولطفلها، حتى إذا يأست من أسباب الأرض وأيقنت أن لا أحد هناك لا مشرقا ولا مغربا على امتداد الرؤية والبصر، وأيقنت أن الهلاك جاء الوليد، التجأت إلى الله الذي قالت عنه: اذهب يا إبراهيم فإن الله لن يضيعنا. وإذا بالنصرة تأتي أيها الأحباب من عند قدم الطفل الرضيع، فبينما هو يبحث برجله من شدة عطشه وشدة ألمه، إذ فجر الله سبحانه وتعالى زمزم عند قدمه، فجر له ماء زمزم فشربت وسقت صغيرها، ثم ما زالت إلى الآن تسقي الناس وتتلهف قلوب الناس لقطرة منها أو جرعة. جاءت النصرة، ومن شرارة النصرة من الماء الذي تفجر عند طفل الرضيع جاءت عمارة البيت رمزا لهذا الانتصار، ثم جاءت هذه المناسك التي نؤديها في الحج رمز لأن توحي إلينا بأننا باقون منتصرون، وستأتينا أسباب النصر من حيث لا يدري أحد ولا يتوقع أحد، طالما أن هناك من يطوف بهذا البيت وينادي لبيك اللهم لبيك. لذلك أيها الأحبة، الآن أجدبت الأرض من حولنا، الآن بلغنا إلى لمرحلة أو وصلنا لمرحلة شديدة حرجة، دب القنوط واليأس إلى قلوب غالب المسلمين، واستسلم غالبهم لأمر واقع مفروض عليهم أيها الأحبة من قبل أعدائهم وأذناب هؤلاء الأعداء والأذرع المبثوثة في كل أرض من أراضي المسلمين وفي كل قطر من ديار المسلمين. بلغ اليأس مبلغه، وبلغت الحيرة مبلغها، وبلغت القلوب الحناجر، وظن الناس بالله الظنون، وضاقت الأرض بما رحبت، وضاقت النفس. أيها الأحبة، يجب أن تفهموا سرا من أسرار الله المبثوثة في هذا الوجود، يجب أن تفهموها. إن تزايد المحنة على الموحدين، وإن تزايد الضغط على المسلمين، وإن ازدياد هيمنة الكفر وفرعنة الباطل وسيادة الرذيلة وسيادة خفافيش الظلام وتسلطهم على الأمر في كل مكان، هذا يدل على اقتراب النصر وعلى اقتراب وقت انبلاج الفجر. وإنه لن تعدم الأمة من شخص يحمل يقين إبراهيم ويحمل ثقة هاجر، ولن نعدم من طفل رضيع من أطفالنا يلجأ إلى الله وببحث من رجليه تتفجر ينابيع النصر هنا وهناك. إننا أيها الأحبة لنوقن يقينا قاطعا جازما بأن ازدياد المحن على الأمة إنما هو بشارة وإنما هو دليل خير، وإن الأمر يقترب جدا من ساعة التغيير وساعة التحرير وساعة التمكين لهذه الأمة. لذلك الذي أطلبه من كل موحد أن يمتلئ ثقة بربه، وأن يمتلئ يقينا بوعد الله، وأن ينظر إلى الوضع من حوله نظرة الاستبشار ونظرة التفاؤل أيها الأحبة. ودائما وأبدا لا تأتي نصرة الله سبحانه وتعالى إلى أن يبلغ الأمر مبلغه، حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهذا على كل المستويات وعلى كل المحاور وعلى كل الأبعاد يا أيها الإخوة. لذلك حينما نرى إخوة لنا يأتون من أداء فريضة الحج نستبشر، طالما أن هذا البيت يقصد، وطالما أن هذا الرب يعبد، وطالما أن هناك من أمة المليار من ما زال يردد بهتاف التلبية لله ويلبي نداء الله، فإن هذا دليل على بقاء الأمة، ودليل على حيويتها، ودليل على حركتها، ودليل على أنها تملك من طاقة الفعل والتغيير الكثير. ولكن ننتظر ساعة يفصلها المولى عز وجل من لدنه، وأمرا علويا
يحرك الأرض مع السماء بخط نصر عجيب موعودون به من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو نافذ ولا محالة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن ها هنا أيها الأحباب فأذكر فأقول إننا في فريضة الحج نذكر ثلاثا من الحقائق. أولها التفرد، تفرد أمتنا بهذه العبادة العجيبة، وتفردها بأسرار غلبتها وأسرار انتصارها. فقلت لو أخذنا من التفرد صورة واحدة أن العدو ومنذ مئات السنين يخطط لتمزيق الأمة وتشتيتها، ويخطط لتحويلها إلى كيانات وكنتونات وإلى مقاطعات، ولقد وضع في سبيل هذا الكثير من الحدود والحواجز حتى صارت ديار المسلمين قطعا ممزقة لا رابط بينها. ومع ذلك تأتي فريضة الحج لكي تقضي على كل هذا وتوحد الأمة في أرض واحدة وفي مكان واحد وفي نداء واحد وفي وجهة واحدة. إذن هذا انتصار أم ليس انتصار؟ هذا انتصار، ونحن قادرين على تحقيق ما هو أبعد من ذلك وتحقيق أكبر من ذلك، لكن قد تحتاج إلى تحريك إرادتنا وتفعيلها. الأمر الثاني بعد التفرد ننتبه إلى مسألة التوحد. فلقد وحدنا الحج حقيقة، وحد قوتنا، وحد طاقتنا، وحد نداءنا، وحد حركتنا، وحد وجهتنا. وهذا التوحد أيها الأحباب قادرين على أن نحققه بشيء بسيط هو التجرد. فإذا تجردنا هناك وتوحدنا فنتجرد هنا فنتوحد. إذا نحتاج إلى التجرد، أن نتجرد من أنانياتنا، نتجرد من حظوظنا، نتجرد من رعوناتنا، نتجرد من حظ الأنا. حينها ستجد أن الأمة بإذن الله تلتقي على صعيد واحد وعلى هدف واحد وعلى مشروع واحد. ومن طرف آخر خفي أيها الأحباب نلتفت إلى إشارة عجيبة غريبة. أيها الأحباب أيقنوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يدعو إلى بيته إلا من يحب، هذا أيقنه. لذلك الجميل في الأمر بأن الحجيج يسمون ضيوف الرحمن. وهل رأيت مضيفا يدعو إلى موائده ضيفا لا يحب؟ دليل الحب. فتصور أيها الأحباب رغم تقصير الأمة ورغم ذنوبها ورغم مخالفة لأمر الله عز وجل، ما زال المولى عز وجل يدعو من أبناء الأمة ملايين في كل عام، ملايين، يقول لهم مهما فعلتم فإني أحبكم، ومهما قصرتم ومهما خالفتم ومهما أذنبتم فإنكم أمة محبوبة عندي، أنتم أمة ملحوظة، أنتم أمة محظوظة، أنتم أمة حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنتم اخترتكم من دون الأمم لكي تكونوا أهلا لحمل رسالتي إلى قيام الساعة. فمهما أعرضتم عني فإني سأدعوكم، ومهما أشحتم عني فإني سأقبل عليكم، ومهما قصرتم معي فأنتم أنتم لا سواكم أحبائي، وأنتم أنتم لا سواكم عبادي. لذلك تأتي هذه الدعوة من الله لهؤلاء الأفراد الذين يمثلون الأمة، لأن الحاجة هو وفد الأمة إلى الله. فالأمة ترسل في كل عام منفدين عنها يذهبون إلى اجتماع عظيم برب الأرباب سبحانه وتعالى نيابة عن مجموع الأمة بكاملها لعقد الصلح مع الله سبحانه وتعالى. وحينما يعودون يحملون هذه المعاني. فالله عز وجل حينما يرجع الحاج وقد غسله من ذنوبه كيوم ولدته أمه يقول لباقي العباد وما الذي يضيركم أنتم، وما الذي يمنعكم أن تكونوا كعبد هذا، وأن أرجعكم من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم، ولأمر لا يحتاج منكم إلا شيء من الإقبال علي وشيء من التوجه إلي. أيها الأحباء إن أبواب الله مفتوحة، إن نداء الله يدعون في الصباح والمساء، إن ساحة العبودية ساحة طيبة، وإنه مهما أوغلنا في الذنب وبالغنا في العصيان والتقصير فأيقنوا أن أبواب الله مفتوحة لنا على مدار الساعة. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومع هذا انظر إلى أهل الأدب مع الله سبحانه وتعالى، انظر إلى من يفهمون عن الله، انظر إلى من يقدرون هذا العطاء ويتأدبون معه ويستحيون أمامه، كيف تكون مواقفهم؟ وقف بعض الصالحين في صعيد عرفات يبتهلون ويدعون ويرقبون هذا المشهد الدامع، هذا المشهد
الطيب، والناس قد وقفوا في صعيد واحد ورفعوا الأكف إلى السماء، والعيون دامعة والقلوب خاشعة، والكل واثق بأن الله ما أوقفه ها هنا إلا لكي يكرمه ويعطيه ويغفر له. وبينما الناس في ضجيجهم وفي عجيجهم وفي دموعهم وفي مناجاتهم وفي بكائهم، إذ بأحد الصالحين يرفع طرفه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب لا ترد هؤلاء بسببي وسبب ذنوبي. انظر إلى هؤلاء، يقول له، وقد أعجبه هذا المشهد، مشهد العبودية المنكسر، يقول له: يا رب لا ترد هؤلاء بسببي لأني حاضر بينهم. وآخر بجانبه إذ به يقول: ما أروعه من مشهد لولا أنني فيه، ما أروعه من مشهد لولا أنني فيه. سبحان الله، هذا الاستحياء من الله سبحانه وتعالى أمر عجيب. الثالث جلس يبكي ويبكي 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 حتى غلبه النعاس، فلما نام رأى بين النائم واليقظان أن ملكا يقول لآخر: هل تعلم أن الله عز وجل لم يقبل في هذا العام من كل من وقفوا في عرفات إلا ستا هم الذين أخلصوا العمل تمامه وأعطوا المناسك حقها؟ لم يقبل من كل هؤلاء إلا ستة. قال: وإذا به يقول، هذا الرجل يقول: يا رب طالما أنك لم تقبل إلا ستة، هل أنا منهم؟ فقالت الملائكة: نعم أنت منهم، تبشره. فأطرق ثم قال: يا رب وهؤلاء الذين وقفوا بالألاف وجاءوك من كل فج عميق، ماذا يفعلون؟ يا رب إني وهبت حجتي لواحد منهم، حرام جاي من أماكن بعيدة، وهبت حجتي لواحد منهم. قال: وإذا بالمولى عز وجل أوحى إلى أحد الملائكة أن يقول له: أو تتكرم على الكريم وتتفضل على صاحب الفضل؟ لقد قبلتهم جميعا بسبب هذا. أيها الأحبة، هذه الإشارات إن دلت على شيء تدل على أن قلوبنا بحاجة الآن إلى لمسة عبودية حانية، أن أفئدتنا الآن بحاجة إلى نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى جذبة من هذه الجذبات حتى تقبل على الله الإقبال الصحيح والإقبال الكلي. وإن هذه القلوب أيها الأحبة، والله 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 والله، ما إن تتوجه إلى الله بزاوية مهما كانت بسيطة حتى تجد من عطاء الله ومن منح الله ومن هبات الله ومن تأييد الله ومن نصر الله ومن تمكين الله ما لا يخطر على بال أحد. تريدون النصر يا سادة؟ تريدون العزة؟ تريدون الكرامة؟ تريدون الخيرية؟ تريدون أن يمكن لكم من جديد وفي غضون فترة قياسية؟ أقبلوا على الله بقلوبكم، أصلحوا ما بينكم وبين الله، عودوا إلى الله، حاولوا أن ينظمكم خيط العبودية له، حاولوا أن ترفعوا ما بين القلوب من شحناء وبغضاء وحسد وحقد وما إلى ذلك من أمور فتكت بوحدة مجتمعنا وفتكت بسلامة توحدنا ولقائنا. أيها الأحباب، لا تلوموا الكفر إذا ظلم، لا تلوموا البغي إذا تفرعن، لا تلوموا الرذيلة إذا استعبدت، لا تلوموا أهل الباطل إذا أجرموا بحقنا، لا تلوموا جبهة الشيطان بكل فروعها وبكل جبهاتها وبكل أذنابها، إن فعلت ما فعلت بنا فنحن المسؤولون ابتداء وانتهاء. ليس الغريب وليس العجيب أن يفتك الكفر والباطل بأهل التوحيد وبأهل الحق، هذا طبيعي في سنن الصراع بين الحق والباطل، طبيعي أن يتآمر الكفر على الإيمان، طبيعي أن يمكر الباطل بالحق، طبيعي أن لا يقبل جند الظلام بجند النور، طبيعي كل هذا. لكن الذي هو غير طبيعي وعجيب أن جبهة الإيمان وجبهة الحق وجبهة النور تسمح بحدوث هذا وتترك مجالا لهذا، حينما تتفرق وحينما تتمزق وحينما تتناثر وحينما تتبعثر وحينما تختلف وتتنازع، ولا تنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن رأيتم إجراما فلا المسلمين فالمسلمون سببه، إن رأيتم احتلالا لديار المسلمين فالمسلمون سببه، إن رأيتم طغيانا من الطغاة في أراضي المسلمين فالمسلمون سببه،
إن رأيتم أي صورة تفرح الشيطان وتغضب الرحمن في ديار أهل الإيمان فأهل الإيمان هم السبب. بالتقصير، بالمخالفة، بالعصيان، بالذنوب، بالتفرق، بالبعثرة، فكيف إذا اجتمع كل هذا؟ يعني لو كانت هناك ذنوب وحدها فالذنوب وحدها كفيلة بهلاك أمم وشعوب، وإن كان هناك طاعة ولكن يوجد بين أهل الطاعة نفرة وخلاف فهذا النزاع وحده كفيل بأن يذهب رياحنا وأن يسلط علينا عدونا. فالأمر منوط بنا ومرتبط بنا، فتعالوا نحقق ما حققناه في ساحة الحج، تعالوا نحقق ما حققه غيرنا من المسلمين هناك كتجربة عملية، تعالوا نتجاوز كل الحدود، تعالوا نتجاوز كل النزعات، كل الأعراق، كل العصبية، كل رعونة القبلية، ونتوحد في إطار العبودية، وننادي جميعا في كل حركة وسكنة، في بيعنا، في شرائنا، في مجالسنا، في غسلنا، ننادي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك. انفعنا هذا أيها الإخوة، والله ما هي إلا عشية أو ضحاها حتى يغير الله من حال إلى حال. وإن لم تفعل الأمة بمجموعها هذا فأوجه ندائي لبقايا الصالحين ولبقايا الأطهار ولبقايا الأبرار ولبقايا ممن يحملون هم أمتهم ويحملون واجب القضية وواجب الرسالة. اثبتوا يا هؤلاء، اثبتوا على ما عرفتم من الحق، وتزايد المحنة دليل على قرب النصر، وإن الله لا يعبأ بالكثرة إنما ينظر إلى القلة التي هي محل لنصره فينصرها بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك إذا تعاظمت الخطوب وإذا تزايدت الكروب وإذا أحاطت بنا كل أسراب الكلاب والذئاب وإذا فرشت أمامنا كل أرض بالحراب وبالأشواك فاعلموا يقينا بأن هذا دليل على اقتراب تمكين الله عز وجل لصفوة عباده، وإن هذا دليل على زوال قوة البغي والباطل من على وجه الأرض، وما علينا إلا أن نعطي من أنفسنا الثبات للحظة الأخيرة. فليسقط جيل وجيل ولكن لن تسقط الراية، ستبقى مرفوعة، وليكمم ألف فم فسيبقى هناك حناجر تردد وتعلي نداءها، تعلي صبختها بهتاف أبدي سرمدي علوي إلهي خالد، لا تستطيع قوة على أن توقف نداه وصداه. ولو أيها الأحبة لو تخلى القريب والبعيد عن مسار الحق وأهله فيكفينا بأن الذي يرقب هذا المسار هو الله الواحد القهار، وقد قال قبلنا، قال لموسى وقد بقي وحيدا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ولقد جاء النصر لموسى حينما تخلى عنه بنو إسرائيل 100,000 في ساعة واحدة كانوا يعلنون له النصرة وساروا معه في طريق الخلاص، في لحظة الحصار ولحظة الوعيد ولحظة التهديد قالوا جميعا إنا لمدركون. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، حينها قال الذي هو بعين الله وموقن بنصر الله قال كلا إن معي، ما قال معنا، إن معي ربي سيهدين. فجاء النصر من حيث لم يتوقع موسى ولا الذين مع موسى ولا فرعون وجنده ولا الذين يرقبون الساحة من الحياديين، جاء النصر من البحر من حيث لم يتوقع أحد، جاء النصر من الماء، من الماء أيها الأحبة. وكانت تلك اللحظة التي جميع المؤشرات المادية وجميع التحليلات الأرضية تقول انتهى موسى وانتصر فرعون، انتهى موسى أولا بتخلي الأنصار عنه، ثانيا بأحكم الحصار حوله. ففي ذاك الظرف الذي لو أي عاقل راقب المشهد يقول انتهى، انتصر فرعون وجند فرعون وحزب فرعون وكلاب فرعون وأذناب فرعون، ولكن جاء نصر الله لهذا العبد الموقن بربه الواثق بنصره من حيث لا يدري أحد، وكان هلاك فرعون وانتصار موسى. هذه رمزية ستبقى إلى قيام الساعة، وأنا أقول لكل موحد املك ما ملك موسى من اليقين
واصبر كصبره واثبت كثباته وسيأتيك النصر في مثل ذاك المشهد تماما وفي مثل ذاك الموقف تماما. هذا ما نرجوه من الله وهذا ما نأمله. اللهم اعمر هذه الديار بالخيرات والرحمات والبركات. اللهم تجل على هذا المكان ومن فيه ولاحظه بأنظار الرعاية وسويره بسياج العناية وبارك في هذه البلدة الطيبة وما جورها من ديار المسلمين. اللهم تقبل عبادة إخواننا وما أدوا من فرائض في سبيلك مخلصين لوجهك. اللهم واجعلهم بعد الحج خير منهم قبل الحج يا رباه. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكنا ومليك كل شيء، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.